يتعرض الإنسان لبعض التغيرات الجسمانية مثل زيادة الوزن والتقلبات الهرمونية أو بالتصبغات الجلدية والتي بات التعامل معها هاجس لدى الجميع. وتعرف التصبغات الجلدية على أنها بقع تظهر على الرقبة والوجه والأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس أو الصدر أو أسفل الظهر وأحياناً في أكثر من مكان من الجسم. في عيادات كايا قابلنا الدكتورة هدى شميس وأخبرتنا أن أسباب الإصابة بالتصبغات الجلدية يعود إلى عدة عوامل، منها وراثي وذلك يكون ظاهراً في حالات الوحمات والشامات وبعض أنواع النمش، وقد تظهر الإصابة منذ الولادة أو في مرحلة عمرية أخرى، وأيضاً هناك عوامل مكتسبة مثل الإصابة بكلف الحمل أو ظهور النمش لكثرة التعرض لأشعة الشمس وغيرها من الحالات. في كايا تعتمد خطة العلاج على عناصر مختلفة، يجب أن تجتمع بين الطبيب والمريض وتبدأ بالتشخيص الصحيح على أيدي كوادر طبية مؤهلة ومدربة ومواكبة لحلقات التطور العلمي، ثم توفير المعدات اللازمة والمتطورة والتي من خلالها يستطيع الطبيب تجنب كثرة الاحتمالات في تشخيص المريض أو نوع التصبغ، وذلك ينعكس إيجابياً على وضع خطة دقيقة وفعالة للعلاج. وفي عيادات كايا رافقنا إحدى الحالات في علاجها، بدأ بالتشخيص حيث استقبلتها الطبيبة المعالجة وناقشت حالتها، ثم وضعتها على جهاز فيزياء الذي يقوم باختراق طبقات البشرة وتصويرها من الداخل وفرز كافة أنواع التصبغات، بل ويحتوي على مميزات كثيرة تبين التجويف في البشرة إن وجد، ويوضح تفاصيل دقيقة جداً تجنب الطبيب الوقوع في شرك الاحتمالات. طبعا كيفية التشخيص اختلفت عن زمان كتير قوي. زمان كان الطبيب بيعتمد على اجتهادات شخصية في التشخيص أو على معلوماته، دلوقتي احنا بنلجأ لفحوصات، أنواع فحوصات كتيرة. طبعا بالنسبة لنا كجلدية في جهاز جديد متطور اسمه الفيزيا، ده بيساعدنا كتير ان هو يحلل لنا طبقات البشرة ويساعدنا ان هو يحدد لنا المشكلة بالظبط وكيفية وضع خطة العلاج المناسبة للمريض علشان نوفر له الوقت والجهد وطبعا الفلوس. طبعا بيتم استخدام الجهاز، بيعمل لنا تصوير للبشرة مبدئي ويبدأ يشتغل على طبقات البشرة ان هو يحلل لنا ايه المشاكل الموجودة. طبعا من اهم اسباب التصبغات التعرض للشمس، وخصوصا ان في بنات كتير دلوقتي بيلجأوا للتان او ان هم ياخدوا لون درجه البرونز، فالتعرض للشمس من اهم اسباب التصبغ. فطبعا للعلاج لازم نتجنب اهم سبب وهو التعرض للشمس بشكل يعني مبالغ فيه. تاني حاجة طبعا الاضطرابات الهرمونية او الحمل او حبوب منع الحمل. بالنسبة لطرق العلاج عندنا طبعا طرق كتيرة قوي لعلاج التصبغات، منها الليزر، ليزر كيو سويتش او الكيو سويتش اندياج او الليزر الكربوني زي ما هو شائع عنه. هو ليزر بيستخدم ببساطة لعلاج التصبغات في البشرة سواء سطحية أو عميقة، بنعمل بيه حاجة اسمها تقشير سطحي أو بنعمل بيه تكسير للخلايا الصبغة اللي موجودة أو اتكونت اوريدي في طبقات البشرة السطحية أو العميقة. طبعا في انواع التقشير، التقشير بالاحماض او التقشير بالاحماض الفواكه او تقشير بالتي سي اي، كلها برضو انواع يعني فعاله. بتتحدد احنا بنستخدم خطه العلاج بتاعتنا بتتحدد بناء على طبيعه او نوع المشكله سواء سطحيه او عميقه. بعد التشخيص الدقيق تم الاتفاق على العلاج بالليزر مع الحاله، ومباشرة قامت الطبيبة بتحديد عدد الجلسات المطلوبة وباشرت بالجلسة الأولى. خضعت الحالة لجلسة تقشير كربوني
استغرقت 20 دقيقة تقريبا، واستخدمت الطبيبة 2 رؤوس للجهاز. المستخدم يعمل كل منها بمرحلة معينة ويقوم بوظيفة معينة يتطلبها العلاج. يحتوي مركز كايا على مجموعة كبيرة من أحدث أجهزة الليزر ومن أكبر الشركات العالمية، ويوضع كل جهاز في غرفة تسودها أجواء الهدوء وكافة عوامل الراحة التي تقدم من ضمن مجموعة الخدمات التي تحرص عيادة كايا على تقديمها للمرتادي العيادة. الدكتورة هدى شميس وضعت لنفسها شعار واضح: الجمال هو بالارتقاء بما تملكين. وتسعى دائما إلى إبراز نور وجمال كامن في بشرة كل مراجع لعيادتها.